لولاد بلادي ولاد سطات واحد واحد ومن الحدود للحدود. استمتع جمهور مدينة سطات بالعروض الفنية التي قدمها مجموعة من رواد فن العيط المرساوي، وذلك في إطار أمسيات الدورة الأولى لمهرجان العيط المرساوي، حيث الهب الفنانين الذين تناوبوا على منصة الحفل التي توسطت ساحة قصر البلدية بعاصمة الشاوية الجمهور الغفير الذي استمتع على مدى أزيد من 3 ساعات بباقة متنوعة من أغاني تراث العيطة المرساوية. وشكل عندليب الأغنية الشعبية عبد الله الدودي لحظة فارقة في الحفل، إذ تغنى الجمهور الذي حج بكثافة إلى مكان الحفل وردد معه كلمات أغلب الأغاني التي يداها عبر تفاعل إيجابي للجمهور من كل الأعمار مع إيقاعات وكلمات الأغاني في لوحة فنية بديعة، بعدما قدم النجم المذكور بعضا من روائع أغاني تراث العيطة المرساوية قبل أن ينطلق في أداء عدد من أغانيه المشهورة التي حظيت بتفاعل كبير من طرف الجماهير الحاضرة التي ظلت تكرر معه كلمات أغانيه خلال مختلف مراحل السهرة قبل أن يختمها رفقة مجموعته الغنائية بملحمة وطنية. رددوا خلالها مع الجماهير الحاضرة النشيد الوطني المغربي. باقي التفاصيل في التقرير الذي أعده طاقم سكوب ماروك بالصوت والصورة من قلب الحدث. السلام عليكم، معكم فنان شعبي عبد الله الدودي. انا جد فرحان اليوم انني متواجد هنا في المدينة ديالي في العاصمة ديال الشاوية مدينة سقاط في اطار المهرجان ديال العيطة المرساوية ذكرى بشعيب البيضاوي الله يرحمه. وانا جد فرحان والله العظيم جد فرحان، لقيت تجاوب كبير، الناس اللي عمرها دارت جاوبوا معايا، كانت اجواء جميلة جميلة. وكنشكر لجنة المنظمة اللي عطتنا الفرصة انني نكون متواجد معهم اليوم هنا على خشبة سقاط. كلام العرب نقولو يا بلادي.
الحشا تي بلاتي على يدياتي دابا علل يا السوسي نريب الضرب حساب ورقب رقب